أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس الخميس 30 سبتمبر أيلول 2021. اعمل بجد واحتفل بجدية أكبر. يبدو أن هذا هو موضوعك لهذا اليوم، وهو مناسب تماما أيضا. يمكن أن يبدأ اليوم مع روتين العمل المعتاد، ولكن قد ينتهي بالاحتفال مع الأصدقاء المقربين والعائلة. لديك حس دعابة كبير، لذا يمكنك اختيار استضافة الأحداث على نطاق واسع أيضا. عاطفيا، سوف يتم إصلاح جمالك في عيون كل ناظر تقريبا. ستكون فرصة جيدة للقاء حبيبك الصادق وإفساده، لكن احذر من العودة إليه. بعد كل الماضي يجب أن يبقى في الماضي. قد يحتاج أحد أصدقائك إلى مساعدتك في حياتك العاطفية، لكن لا تنسى الاعتناء بنفسك. مهنيا، حان الوقت للتركيز على مواهبك ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك. هذا عصر انتصار لك. أنت حازم في استراتيجياتك وستكون دقيقا للغاية في كلماتك. قد تتلقى بعض الثروة غير المتوقعة من ممتلكات الأجداد أو استثماراتك السابقة، لكن كن حذرا من عدم الوثوق بأي شخص يشارك في المعاملات النقدية. صحيا، قد يكون اليوم غريبا إلى حد ما. حدث لم تتوقعه أبدا لديه فرصة كبيرة لحدوث اليوم. من المهم أن تلاحظ طاقات الكواكب وأن تحاول فهم الاتجاه الذي يدفعونك إليه. يمكن أن يكون لاكتشاف المسار الصحيح في هذا المنعطف تأثير ثوري على حياتك. توقعات برج القوس للرجل. اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية، وابتعد عن الأجواء المتوترة، وحافظ على برودة أعصابك قدر المستطاع. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم. حافظ على صفة برج القوس العنيد لتصل إلى أهدافك اليوم. توقعات برج القوس للمرأة. تحاولين جعل حياتك منطقية وسلسة لأقصى درجة، لكن دائما ما تواجهك العقبات غير المتوقعة. لا تيأسي أبدا لأي سبب، ولا تقعي في خطأ التسرع، لأن هذا لن يفيدك بأي حال من الأحوال. التزم الصبر وستحظين بما تريدين في النهاية. صحيا، لا تراهني على الآخرين قد كي لا يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيا، بل استشيري أصحاب الاختصاص. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرا للجاذبية التي تتمتع بها فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة فإنك تشعر برضا تام وراحة، وسوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيا على من هم حولك، وبالتالي المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر. أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والدهني. استخدم إمكانياتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية. لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر. إذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين. قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود. من المحتمل أن تنقلب عليك الأمور التي لم تحسمها بعد عندما لا تتواجد الفرصة السانحة والظروف المبشرة المتاحة الآن.